السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، الناس تكونوا كامل خير وبخير. البنات اليوم جيت نوجد معكم واحد الطويجين ديال البطاطا القصبيه والدجاج. المهم طويجين على قد الحال غير انا وبنياتي، الله يخلف وجه البركه. المهم كيف ما شفتوا راني خديت واحد الطريف ديال الستر وفخيط حتى هو، درت عليه شويه ديال الربيع. المهم انا غادي نشرملو بوحديته، راكم غتشوفوا يعني حمقتني التوبه كاع ساكن الحكه كتفلت ليا. المهم كيف ما كتشوفوا درت الربيع، حكيت واحد جوج رويصات ديال الثومه. بالنسبه اللي بغى الثومه، اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، المهم ضروري الثومه، انا عندي ضروري الثومه هي كلشي. المهم كيف ما كتشوفوا دابا درت الثومه والربيع، غندوزو نديرو العطريه ديالنا فاش غادي تشرمل هاد الدجاج. المهم يعني اول حاجه غنبدا درت هاد سكينجبير. المهم راه الدجاج راكم عارفين غادي ندير البزار والسكينجبير والخرقوم والمليحه وزويته بلديه، ونخليه يرقد مزيان على ما يعني على ما نقي البطاطا ديالي ان شاء الله باذن الله. وراكم عارفين عرفتوا البنات هاد الطاجين كي كيجي كيحمق، كيجي معلق، كيجي غزال. انا قلت والله ما غياكلوا البنات ديالي ساعه تبارك الله، والله ما عرفتوا الطاجين اللي حسناه، والله ما خلينا حتى شويه غير حشمنا نصوروا الطاجين حشمنا نصوروا الطاجين هكذاك، والله العظيم ما تيجي بنين غزال. اول مره بناتي كياكلوا معايا الطاجين هكا ديال البطاطا قصبيه، والله الا درت كيلو ديال البطاطا قصبيه تبارك الله كليناها كامله. ايوا المهم مره ندوقوا لوليداتنا الحاجه يعني مزيانه. هانتوما كتشوفوا انا كنوريكم ملحه صافي سالات انا كنحط من الرقم القياسي في الملحه. المهم كيف ما شفتوا دابا درت داك يعني درت داك العطيريه ديالي كامله صافي. غادي هذا يعني نخلطها مزيان، ندير شويه المليحه ونخلطها مزيان ونخليها يعني تشبع الشرموله مع راساتها، يعني الدجاج كون ما تشرمل كتدخل فيه داك الشرموله كيجي بنين كيجي غزال. المهم انا زدت شويه ديال الماء، راكم عارفين العطريه ناشفه الدجاج ناشف. المهم درت شويه ديال يعني شويه ديال الماء باش فزق لينا داك العطريه صافي. ودابا راني كاسا كنخلط هاد العطريه مع الدجاج باش تدخل في الدجاج، يعني ديك العطريه راه غنديروا بها حتى في البطاطا ان شاء الله باذن الله غنحتاجوها. المهم دابا انا درت غير يعني نشرب من بعد الدجاج هو الاول، عاد ديك الساعه ندوزوا البطاطا ديالنا ان شاء الله. يا ولاد جوج طريفات البنات درت فيهم فضيحه، وما كان شي بانيو ديال الدجاج ما شغان ندير فيه المهم شوفوا انتم بطاطا يلاه عامره غيس كيف ما جبتها خويتها في البانيو، يعني نديها نغسلها مزيان ان شاء الله. يعني البطاطا قصبيه انا ديتها شويه طويله، كاين داك المدرجه كتفقصني في التنقيه، هذه اختاريتها شويه طويله. المهم راني غسلتها مزيان كيف ما شفتوا، يعني هذيك الشرموله كيف ما قلتكم غنقص باش نشرمل حتى يعني باش نشرب حتى بطيط، راني كنسرق شويه من الدجاج وناخذ من هنا ومن هنا باش نشرمل البطاطا ديالي، ما فيا ما نعاود الشرموله. المهم كما شفتوا دابا خديت يعني خديت بصيله وحده. البنات البصله ديال هذا الوقت غير كتضيع، دغيا كتجيبها كتضيع، ولا كتشريها ضايعه اصلا كتكون ضايعه مع دابا البرد دغيا كتضيع. المهم غادي نشلط عليها داك البصيله ان شاء الله باذن الله. المهم ديروا بصيله حمراء ولا خضراء اللي موجود عندكم بحال اللي كان هو هذاك. انا كيعجبني نشرمل كلشي البنات باش كتجي كلشي بنين، كلشي كيجي واخد حقه من العطريه من مليحه من كلشي، يعني باش كيجي بنين داكشي صافي. دابا غادي ندير عليها الزيت، عندي عليها خويطه زويته بلديه ولا اللي عندكم، وغادي نردو ان شاء الله يتشحر، يعني نديرو يتشحر حتى تشحرنا داك البصيلات يعني تبان لينا مزيان والدجاج يتشحر، عاد داك الساعات عاد ديك الساعات نديرو عليه بطاطا. حيت البطاطا قصبيه دغيا كطيب. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا، هيا من بعد ما غسلت البطاطا ديالي دابا غادي نقيها ان شاء الله باذن الله.
وخا هكاك غنقيها ونعاود نغسلها عاوتاني ضروري، يعني غسلناها المرة الأولى من التراب وعاوتاني نغسلوها ضروري، كيكون يعني كيكون داك الحفيرات فيهم التراب هذاك الشيء. علاش المهم شي كرتو شي نقيتو شي، المهم هاد البطاطا بنينة ولكن فيها تمارة، والله العظيم هي فيها تمارة، غير كيلو شي يبني باش نقيتو شي يبني، فيه تمارة بزاف. انتو ما شتي واخا كت يعني واخا كتغسلها كيبقى، واخا كتغسليها كيبقى فيها داك شويه التراب. وانا حاطه حدايا بانيو يعني دايره فيه الماء، وكلي قيتها كنحطها فيه. انتو البنات ها هي البطيطه ديالنا من بعد ما نقيناها وغسلناها، صافي غنقطعها تبارك الله كترتق غير بوحديتها هي البنات، والله العظيم عرفتي كنبغي نقطعها زعما متساويه، والله ما بغات تقطع لي انا، كنقطع وهي كتعوج ليا، صافي قلت ماشي مشكل كيف ما جات هي ناكلوها. انتما شفتوا دغيا كتفرتت، وكنقطعها غير بشويه كنقطعها وهكذا دغيا كتفرتت، بقيت كندورها ما تجنب ونعاودها من الجي زعما بغيت ندير فيها معلمه ساعه والو. المهم كل شيء على الاخر عرفتوا البنات كتجي غزاله، الطاجين ديال القصبيه كيجي رائع كيجي ما شاء الله. المهم راني استطعتكم راسكم بالهضره، ولكن ضروري نهضروا باش كلشي يفهم كلشي يدير بطاطا قصبيه. دابا هذه الوقيته ديالها تبارك الله نستافدوا من الخضر الموسميه، بنادم ياخذ الخضره ديال يعني كل خضره وقتها كتجي بنينه كتجي. دابا كاين تبارك الله دابا خارج يعني خارج خيزو خارج اللفت خارج البطاطا قصبيه الخرشف تبارك الله، يعني كاين الخضر دابا ديال هذه الوقيته هذه تبارك الله موجوده وطريه، يعني بنادم يستافد منها والله البنات تستافدوا منها نتوما وليداتكم. ايوا هادشي اللي كان انتما كشتو دابا داك البطيطه ديالي زدت عليها داك الشرموله يعني باش تشرمل حتى هي مزيان باش ما تجيش باسله، هي واخا ما باسلاش كتجي زوينه ولكن ضروري. صافي دابا غادي نهدا ونديها نستفها فوق الطاجين ديالي ان شاء الله على ما يعني تيتشحر مزيان، يعني ما تبقاش فيه داك ها انتما شتو يعني ما بقى تدبل لينا داك البصيله مزيان، ونحطو عليها داك البطيطه ديالنا حيت البطاطا دغيا دغيا كطيب يعني غير طيب لينا واحد شويه دجاج، وان شاء الله باذن الله عاد داك الساعات نزيدو عليه بطيطه. يا حرام داك الكرع ولا بغى يتقلب. انا نقلبو هكا ويعاود يبقى بلاصتو. ايوا المهم البنات كنتمنى الوصفات ديالي يكونوا كيعجبوكم ويكونوا زعما المهم انا كندير داكشي اللي كندير لوليداتي يعني اللي كندير لداري كنبارطاجيه معكم زعما بكل عفويه، زعما ماشي زعما شي حاجه نبغي نبان ولا شي حاجه، بالعكس يعني داكشي اللي كنديرو كنبغي نشاركو معكم البنات هادشي اللي كاين. المهم ها نتوما ها هي الدجاج ديالي من بعد ما طاب، راكم شفتوا داك البصيره كيهبطت، شوفوا غير دابا البنات شوفوا غير دابا مريقه كي جات معسله حركه، الا زدنا عليها داك البطاطا عرفتي كتجي رائعه كتجي. صافي دابا كنستف عليها داك البطيطه صافي، وغادي نروي بشويه ديال الماء ونسد عليها ونخليها تطيب ان شاء الله باذن الله، ونتلاقاو في الطبق النهائي البنات، وشهيتكم في الجنه ونعايمها ان شاء الله باذن الله. هو الطاجين ديالنا البنات طاب عرفتي كي جا غزال البنات، جا ما شهيتكم فيه
عرفتو كيجي معلك. شوف كي جا غزال تبارك الله جفن. وهذا هو الفيديو ديالنا وهذا هو القديوة ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المشاهده. شكرا لكم بزاف بزاف. المهم راه درت شويه الرز للوليدات كيبغيو الرز والطون والطرا كيبغيوه. هادشي اللي كاين البنات. وهذا هو غدانا وبصحتكم غداكم حتى نتوما ان شاء الله وشهيتكم في الجنه ونعيمها. كيف ما كنقول لكم ديما ما تنساوش لايكات لايكات والكومونتيرات ديالكم الزوينين اللي كيحفزونا. شكرا.